بالشكل ده الشوط الاولاني. ميدو في بصمات اتقالت لموسيماني تظهر على الفريق الاهلي؟ حاجات بسيطه يعني حاجات بسيطه في ذكائه يعني هو ابتدى يفهم ان اللعيبه اللي معاه دي دلوقتي ما عندهاش الكواليتي انها تخرج بالكره زي لعيبه سان داونز، ما عندوش الاجنحه اللي يقدروا يتحركوا في ظهر الديفنس على طول، فابتدى يبقى ذكي جدا ان هو ما بيحضرش كتير، بيوصل الكره للثلث الاخراني في اسرع وقت ممكن. وهي دي يمكن المشكله، ايهاب جلال الشوط الاولاني كله يا كابتن حازم كان بيلعب الديفنس بتاعه، ايهاب لعب غلط خالص الماتش، لا الشوط الاولاني لعب ديب ديفنس، فكان ديب ده لعب الشوط الثاني، الشوط الثاني راح زايق فوق، مش الشوط الثاني الاولاني برضه زايق فوق، لا بس كان ورا بتاع 15 يارد، لا لا الاولاني زايق فوق، ده الشوط الاولاني سته اوف سايد للاهلي، لان العيال عايز ترجع، ان لعيب الاهلي عايز تروح للجول، لا 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 اخر الشوط الاولاني انا اتفرجت على وزاق قدام على طول، وزاق قدام الماتش كله، بدا الماتش صدقني ديب ديفنس، واجيب لك ايمجز عنه بس هجيبها لك بس بعد كده لما احنا ما شفناهاش دي صح، لما زق لقدام، لا لا هو الماتش كله طالع لقدام قوي، وهو وانت النهارده اوسماني بيلعب على ديب ظهر في ظهر الناس، هو ذكي في حته ان هو بيلعب دلوقتي على امكانيات الفرقه اللي معاه، وعارف ان هو ما يقدرش يغير كل حاجه مره واحده، وده ذكاء من المدرب ان هو عارف ان هو لازم ياخد الدنيا على مراحل. واحلى حاجه في الكوره ان انت لما بتكسب بطولات في اول اول الشغل بتاعك بتعمل لك اي حاجه في ثقه وبتديك ارضيه أكيد. وبتديك لكن ما ننساش الناس كانت بتقول على فايلر في اول الموسم اللي فات ان هو مانويل جوزيه وان هو كذا وبتاع، لازم الناس تصبر بالعقل بالعقل. باتشيكو انا بحب باتشيكو يعني انا شايف باتشيكو مدرب منظم ومدرب بيتقل على الماتشات ما بيطمعش في الماتشات هو مدرب الواحد صفر مدرب ان هو بيجيب جون لكن هو ضغط عالي وبعد كده راح رادد في اول الشوط الثاني راح رادد وابتدى يلعب جيم مختلف. مهم جدا ان الزمالك دلوقتي يكسب الزمالك دلوقتي عنده تو تاسكس اهم حاجتين لازم يحصلوا له ان هو يكسب وان اللعيبه تاخد فلوس ده لو حصل محدش هيعرف يهز فرقه الزمالك طيب. فرقه الزمالك هتفضل ان هي تاخد خطوات لقدام. مين اعظم لاعب جه في تاريخ الكوره في مصر؟ في لاعب كتير كايه كمستوى فني ولا محمد صلاح كمستوى انا محمد صلاح لا خرج صلاح يعني على كل الاجيال من وجهه نظرك استمتعت في ناس كتير انا بالنسبه لي كابتن حسن شحاته كابتن محمود الخطيب كابتن طاهر ابو زيد كابتن حازم امام كابتن حسام حسن اللعيبه يعني انا بالنسبه لي دول ليجندز يعني دول انا كنت دايما انا بعشق جمال عبد الحميد جمال عبد الحميد يعني بحبه حب غير طبيعي يعني دي اللعيبه طبعا اللي الواحد اتاثر بيها يعني. طيب قبل ما نطلع الفقره دي عجبتني جدا هو انت بتسال ميدو كل الاسئله مفيش ولا سؤال ليه في الدوري المصري والله ما عايز اوقف يعني انا بحضر نفسي لسؤال موسيماني رايك في موسيماني ورايك في باتشيكو ورايك كل حاجة